بنيوري دو ميديكامون سي تدخل في اطار الميزيريه، تدخل في اطار الجريان، اجري على الدول باباك يماك لوليدك لمرتك، اطلع اهبط الخبز الزيت البطاطا سي اون بوليتيك سي اون بوليتيك تو سامبلومون. اتون جو سوبريم كالك مرد سي اون بوليتيك engagé et elle est claire que c'est une politique engagée. Barc contre Schkoul, contre le peuple tout simplement. Contre le peuple, c'est-à-dire, on est là-dedans. Donc, l'Alium, c'est pour expliquer le chef, que la misère, c'est un outil dévastateur, yani, slah, sahih, qui m'a dit le Bikri, qui a dit que le Kala, Allah, Mdina, Mohsana, il joue au ha, bash, il raka au ha. La même chose مع الشعب جوعه عطشه جريه يركع يعود يحوس يسلك راسه برك يهرب برك عود يقولك روح للخارج روح نهرب نسلك راسي نسرق نرشي نديرهم بكل المهم جو مونصور. الوضع هذا راه صاير في مصر قدامنا ناس بزاف تشوف المسلسلات المصريه بصح ما تعرفش مصر كون تشوفوا واش صاير في مصر تحلوا فمكم يعني تشوفوا ابوبري كيفاش سياسه التجويع والتهميش كيفاش ترجع شعب غدوة. كذلك كما لادام حبت تبعثنا لهذا السوجي هو التجهيل عبر المدرسة الجزائرية حقيقة، مي هذا موضوع واحد آخر. هذا كذلك التجهيل للسيطرة على العقول، والتجهيل عنده زوج حوايج: تكسير المدرسة، تكسير ليدوكاسيون ناسيونال اي لونسينيومون، اي كذلك إشاعة وتعميم الوازع تاع الشعوذة نتاع الكزانة والسحور والدين المعوج، يعني الإسلام المفقلج، الإسلام تاع بنو أمية وبنو العباس وصحابهم اللي جاوا بعد وقال 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 شيخ قال اي انسي تسويت. سيتادير يولي الإنسان تو سامبلومون في حالة شغل حيوان عايش في لا سافان، نهار يجيو يذبحوه يندبح، ما جاوش يندبحوها ويستنى في الذبيحه، صافي دير يا با دفي، ما كانش حياه، ما كانش حياه، سي لو كولت نتاع الموت. انا زدت في الدنيا باش نموت، نسوفري باش نموت، نستنى باش لا لا، ربي خلقنا لعماره الارض، ربي خلق قال له اني جاعل في الارض خليفه، ما قالوش اني جاعل في الارض فيكتيم. ما تسمعوش الائمه قال اصبر على المصاب، نصبر على المصاب كي تعود ماشي بيدي قادر نغيره، بصح ما نصبرش على المصاب اللي قادر نغيره بيدي، ما نصبرش غدوه على الميري يسرق فيا وانا نتفرج، ولا الرئيس ولا الوزير يدي في حقي وحق الشعب ويكسر في شعب نصبر عليه، هذا ماشي صبر على المصاب. قال له الخروج عن الحاكم، وين الحاكم هذا؟ وأطيعوا أولي الأمر منكم، عباك مش معناتها أولي الأمر منكم والله ما على بالكمش، صافي دير لي جون لي بلو ساج فيكم ماشي اللي حاكمين الحكم، يعني لي جون كي ميتريز لور سوجي هذوك أطيعوهم سي نورمال. تروح عند طبيب كومبيتون ما تدبرش عليه هو يعطيك الدواء اللي لازمك، تروح عند ان ايكونوميست ان فينونسي يقول لك الوضعيه تاعك كذا وكذا هاو باش تعدل اكسيتيرا، واقتصاديين ما تعرفش خير منه، هذو هما أولي الأمر. تبون موش أولي الأمر، شنقريحة ماشي أولي الأمر، ما كانش هنا ولات عبادة العباد، ما بقاتش عبادة لله ولات عبادة العباد في الحالة هذه. على هذا هو الدين التجهيلي الظلامي اللي هما يشيعوا فيه مع الجهل، مع الجهل. هزوا أي طفل في المتوسط اعطيوه تكست بالعربيه قول لهم يفهمه لكم، ماشي تكست تاع فيلسوف كبير والله، اعطيه حكايه تاع الزواوش هذوك تاع قد كان عندي بلبل غير يفهمها لك، هذيك تاع قد كان عندي بلبل هذيك الانشوده هذيك ولا كتقول لها بالعربيه قول له يفهمها لك، الا كان فهمها يغنيها بالك بصح يفهمها الله يفهم في ربها بولون. وي اون ان بابل بري اون اوتاج، بصح لو بابل كي بري اون اوتاج عنده ان بوبل قدر يهرب اللي هو لي زالجيريان دو ليترونجي. لكن الشعب نتاعنا محاصر حنا نرفعوا له الحصار، حنا اللي من الخارج
ما كانش حل واحد اخر كما فهمناكم البارح. علاش انا ابل ان كو ديتا؟ سي كوا لو كو ديتا بور نو فلا كونجونكتور اكطوييل؟ ان كو ديتا درك واحد ما يقدر يلوم على لارمي الجزائريه دارت كو ديتا لواحد داب كيما شنقريحه والبغل اللي معاه نتاع تبون، باسكو ديجا ils sont en porte-à-faux مع toutes les puissances mondiales. Et les pays blancs دايرينها بالدم، تعرفوا علاه؟ pour couper tout recours للشعب هذا انه يتهيكل في قياده سياسيه ويغلقوا كل المنافذ، يعني باش يغلقوا عليه ويدوا فيه. فوق هكا ما نقدر نزيد نقول لكم والو، باسكو كون نسيي نزيد كيما نقولوا حنايا نقول اكثر من هكا صافي دير انا وليت بهلول، وليت مهبول، وليت كومبليتوم مهبول، تو سامبلومون.